يا أيها الإنسان مهلا انتبه، هذا مقال الصدق غير مشتبه. لقد أتيت ناصحا ومرشدا، عساك أن تلقى بهذا رشدا. موجها نصحي بحسن نيتي، مرضاة رب غايتي ووجهتي. فانظر إلى هذا الكلام واتعظ، وكن نبيه الفكر حاذقا يقظ. اعلم هديت للرشاد والتقى، بأن لله الدوام والبقاء. فكل ما مضى أخيلا يعود، الأرض تفنى والسماء والوجود. أمسي مضى واليوم ذا سيرحل، وذاك يوم قد أتانا يقبل. وهذه السنون يطويها الفناء، في لحظة نموت لا نبقى هنا. فهل ترى الأمس الذي قد انقضى، كأنه خيال طيف أو مضى؟ أجسادنا نحو القبور تدفع، ونحن في لهو الحياة نرتع. فالموت يأتي بغتة فلا نعي، متى يقال ذا الفقير قد نعي؟ انظر إلى أهل القرون الماضية، فهل ترى لهم هنا من باقية؟ فأين كسرى والعظيم قيصر؟ وأين من لذي الديار عمروا؟ وأين قارون؟ وأين ما ملك من الكنوز في العذاب قد هلك؟ أين الملوك والسلاطين الأولى؟ وأين من رام الوصول للعلا؟ أين الذين للقصور شيدوا؟ أين الذين في الحياة مجدوا؟ لقد فنوا وما بقى منهم خبر، أليس في فنائهم من معتبر؟ قد فارقوا هذه الحياة للأباد، فهل تحس أو ترى منهم أحد؟ إلى القبور يحملون في عجل، ريب المنون بغتة بهم نزل. مضوا إلى حيث الحساب يحرز، هناك حيث وعد رب ينجز. إما إلى جنات عدن وارفة، أو قعر نار باللهيب عاصفة. فكل ما في الكون ذا سينتهي، فلا تكن عن كل هذا ملتهي. أكفاننا في الغيب صارت تنسج، وعن قريب في اللحود ندرج. الكل يبلى والغني والفقير، وكلنا حيث الأولى سروا نسير. ألم يكن لنا بحال من غبر، من القرون عبرة ومدكر؟ فإنها ذكرى لكل مؤمن يرجو رضا رب جليل محسن. نعصي الإله في صباح ومساء،
ونرتجي التوبة بالقول عسى. أليس قد أنالنا أخيئا نتوب من ذنب الخفاء والعلن؟ أليس قد أنا أخيئا ندع سلوك درب الملهيات والبدع؟ إلى متى التسويف هذا يا فتى؟ بالله قل لي يا أخي إلى متى؟ فكيف ننسى فضل رب منعم؟ فهل هناك غيره من مكرم؟ طاعته على الأنام واجبة فيما قضاه ربنا وأوجبه، فالله جل قد قضى أن نتبع لكل حكم في الكتاب قد شرع. كان حلالا ذاك أو محرما، أو كان ندبا فعله أو لازما، فواجب أن نقتفي لأمره سبحانه في نهيه وزجره. فما قضى الرحمن للعباد قد صار دينا لازم السداد. إن كنت تبغي يا فتى منه الرضا فلا تحد لو لحظة عن ما قضى. اضرع إليه طامعا في رحمته واسأله سؤل راغب في منته. إنا بهدي ربنا نلنا المنى، لقد رضينا دينه نجلنا. بفضله نصير مسلمين، على خطى الحبيب سائرين. فاهنأ أخي بهذه الفضيلة، فإنها لنعمة جليلة.